يعطيكم العافية. هسه نبلش شرح شابتر نهاية شابتر 6 بمادة الستيل اللي هو اللوكال باكلينك. شرحنا بالشابتر احنا عدة مواضيع، شرحنا كيف نصمم كومبريشن ممبر وكل الطرق، وتعلمنا كيف نصمم اذا كان عندي اكثر من كومبريشن ممبر او اكثر من سكشن نعملهم نت كونتاكت with each other، وتعلمنا كمان كيف نصمم ال سكشن، لانه ال سكشن تصميمه مختلف بسبب الهاي بسبب المحاور التماثل. هسه ظل الموضوع الاخير اللي هو اللوكال باكلينك. مثل ما تعلمنا بشابتر 5 كنا كل ما نحل سؤال نعمل تشيك على البي على تي ريشيو اللي هي ويدث للثيكنس ريشيو، ويطلع معي ايش؟ يطلع معي نات سلندر، يعني هو مش سلندر، يعني ما في لوكال باكلينك. هسه لو فرضنا انه عندنا سلندر اليمنت او يعني لوكال باكلينك، شو لازم اعمل وشو لازم اصمم وشو التغييرات اللي بدها تصير؟ هسه رح نتعلمها، بس خلينا نفهم الموضوع شوي. هسه بحكي لي انه اللوكال باكلينك بالكومبريشن ممبر بحدث. هسه اذا حدث بقول لي الاليمنت هاي ممكن تتحمل لود زياده، يعني انا فرضا عندي دبليو سكشن زي هيك تمام، وهاي الفلانج هاي ما هي اليمنت، مش هاي اليمنت وهاي اليمنت واللي هو اليمنت، يمكن نص فلانج بتكون اليمنت، راح تحكي لي اه. فهسه بحكي لك انه لو فرضت انه هاي سلندر، لو فرضت انه هاي فلانج صارت سلندر، هسه اللود اللي على الكولوم بشكل عام لما تتخيلوا انه 3 دي، اللود اللي على الكولوم هسه لما اعمل لي لوكال باكلينك هسه ممكن يقاوم شويه لود، بس لحد معين راح يفشل. اما لو كان هذا البيم او انه الكولوم قصدي على اللوج عليه فلكشر باكلينك ما بتحمل لود زياده. فاللوكال باكلينك لو حدث لا يعني انه راح يفشل الكولوم مباشره، لا هو راح يفشل بعد فتره معينه، بس احنا ما بدنا يكون عندنا لوكال باكلينك ولا فلكشر باكلينك، فبنصمم بحيث انه ما يكونوا عندي الاثنين. هسه متى بحدث لوكال باكلينك؟ زي ما حكينا لما يكون البي على تي ريشيو لا اكبر من لامدا ار، لامدا ار بنجيبها من تيبل هسه بنجيبها، بس اذا كانت اقل بكون ما في لوكال باكلينك. طبعا بنصمم حسب معادلات شابتر اي اللي هم اللي تعلمناهم، انه الاف سي ار بتساوي 0.866 كانه في اف واي على اف اي، المعادله هاي يعني اللي تعلمناها في اف اي في اف واي، والمعادله الثانيه اذا كان تشيك غير. هسه هاي معادلات شابتر اي. اما اذا في عندي لوكال باكلينك راح نصمم على بي 4.1. هسه راح نتعلم شو هذا الشيء. طيب فهون بيحكي لي قبل ما نتعلم بدي اقول لك ايش يعني، او بدنا نتجاوز السلايد هذا ونرجع المعادلات اللي نصمم عليهم. قبل ما نرجع لوين، قبل ما نشرح هذول بدي بس اجيك لهون. هسه بيقول لي هون لما يكون عند سلندر اليمنت شو اللي بتغير على المعادلات التصميم؟ مش احنا عندنا معادلتين قلت لك 0.87 انا عكست بينهم، مش حافظ القانون احنا ما هو شيت، عندنا هذا القانون وعندنا هذا القانون صح. هذا بكون اذا عندي الكي ال اوفر ار اقل من هاي التشيك، وهي اذا كانت اكبر. هسه لاحظ انه هون ضفنا كيو جنب كل اف واي، فعندي شيء اسمه كيو. هسه هاي الكيو لما ما يكون عندي لوكال باكلينك بتكون قيمتها واحد، فبالتالي المعادله زي ما تعلمناها بشابتر 5 او بالديزاين بشابتر 6. اما لو كان عندي لوكال باكلينك الكيو هاي بتكون اقل من واحد، لها قيمه. هاي الكيو كيف بجيبها؟ هسه بنرجع لها. يعني الفرق بين السلندر اليمنت والنان سلندر اليمنت بالمعادلات هي فقط قيمه كيو، فقط انه في كيو مضروب بجنب كل اف واي. يعني شوف هون في اف واي مضروب بكيو، 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 فوين ما عندي اف واي راح يكون في عندي كيو. فهذا الشيء ننتبه عليه، فلانه هذا ليش لما ضربت بكيو فضربت بثابت صار عندي فاي اف سي ار تغيرت، فبالتالي اللود تغير. فاللوكال باكلينك راح ياثر على اللود الكريتيكال اللي عندي. فشو قيمة الكيو؟ كيف بجيبها؟ الكيو راح اجيبها من هاي الشغلات. بيقول لي في عندي حالات، ثلاث حالات ممكن تحدث فيها اللوكال باكلينك، وبنعرف انه اول حالة انه يحدث بالانستيفنت اليمنت، يعني لو عندي انا تي سكشن انه يحدث عندي مثلا بالفلانج هاي وبالتي هاي الاثنين يحدث ايش؟ يحدث اللوكال باكلينك. فهسه لما يحدث عندي دائما اللوكال باكلينك بمنطقة انستيفنت، انستيفنت يعني غير مربوطة، بكون في عندي شيء اسمه كيو اس. الكيو اس هو ستريس ريدكشن فاكتور. هذا ستريس ريدكشن فاكتور له معادلات حسب السكشن وحسب حالة الانستيفنت. يعني دائما خذها قاعدة انستيفنت اليمنت كيو اس،
stiffened element اللي هو مربوط بيكون من الجهتين او من كل الجهات بيكون هو اسمه كيو اي اللي هي area reduction factor. فانا بدي اتعلم انه متى استعمل كيو اس ومتى استعمل كيو اي. ولاحظ انه الكيو الكليه راح تكون حاصل ضرب كيو في كيو اي في كيو اس، يعني كيو اللي بدي احوضها بالقانون المعدل هي كيو اي في كيو اس. الكيو اس بجيبها من الانستيفند اليمنت والكيو اي بجيبها من الاستيفند اليمنت. طبعا راح نتعلم كيف نوجدهم هسه بالتفصيل، يعني مش بس حكي. فالكيو اللي هاي الكيو هاي الكيو بتكون حاصل الكيو اس في كيو اي. كيو اس بتكون ناتجه عن الانستيفند اليمنت، الكيو اي بتكون ناتجه عن الاستيفند اليمنت، والحالة الثالثة إذا كان عندي أنا QS و QA فبضربهم ببعض. وأصلاً يعني لو كان عندي unstiffened لحاله، يعني هون شو بقول لك، لو كان عندي بس عندي الثلاث حالات، الثلاث حالات اللي بحدث فيها local buckling، إنه يكون السكشن كامل عندي unstiffened. لما يكون كامل unstiffened بقول لك إنه Q بتساوي QS. هسه أنت خذ القانون الأصلي Q بتساوي QA في QS. هسه لما يكون كله unstiffened يعني ما عندي إشي اسمه QA، صح ولا لا؟ راح نقول له صح. فبالتالي Q بتساوي QS. لما يكون كله stiffened راح يكون QA في QS. فلما يكون unstiffened ما في local buckling، يعني او انه السكشن كامل stiffened والسكشن كامل او مثلا الويب هي السلندر، فالQS بتكون قيمتها واحد، فبالتالي Q راح تساوي QA. اما اذا كان في stiffened وunstiffened او انه stiffened بيكون سلندر والانستيفند برضه بيكون سلندر، فبيكون في قيمة لـ QA بيكون في قيمة لـ QS. فالتالي بدنا نعرف متى نعوضها ومتى نعوضها. فهي بقول لك انه عندي الثلاث حالات، انه اذا عندي section only stiffened compression member element يكون كله unstiffened زي T والL، وعندي الحالة الثانية اذا كان كله stiffened زي الـ HSS، والحالة الثالثة اذا كان في عندي unstiffened وstiffened. كيف يعني؟ W section هاي unstiffened وهاي stiffened. فهون بدي أتعلم شو القوانين اللي أستعملها. فالـ QS حكينا اسم نجيبها من المعادلات، و QA اللي هي Area Reduction Factor. والـ Area Reduction Factor هو عبارة عن QA راح يساوي عندي إشي اسمه Area Effective على Area Gross. هسا مش الـ Area Effective نفس اللي بالCompression Member في براغي وما براغي، لا، الـ Area Effective اللي هي بتكون المساحة السوداء. هاي المساحة هي area effective. فأنا فعليا شو بدها تكون؟ بدها تكون thickness ضرب b. بس شو البي اللي هي البي effective؟ فبي effective هسا بتكون عادة هاي نص بي effective وهاي نص بي effective. فالarea effective شو بتكون؟ نص بتكون بي effective في تي. فشو البي افكتيف؟ هاي منجيبها من قانون، او منقدر نحكي انه الطول كامل ناقص الاريا ان افكتيف بتكون هي الاريا افكتيف. هاي اريا جروس اللي هي هذا الخط كامل في تي منجيبه اللي هو بي في تي ناقص بي افكتيف ناقص بي ان افكتيف في تي. بس كيف بدي اجيب بي ان افكتيف؟ اللي هو بيكون بي افكتيف ناقص الكلية ناقص بي ان افكتيف كله، يعني مثل ما هاي. فاحنا المطلوب منا بالكيو اي انه نوجد البي افكتيف مشان نطبق هذا القانون. تمام تمام. والحالة الثالثة زي ما حكينا انه لو عندي مثلا هون الويب هي الانستيفن اللي هي ستيفنت والفلانجات وانستيفن، نفس الشيء بقول لك في قيمة كيو اس بقول لك في قيمة كيو اي. فكيو اي نفس القانون مثل ما حكينا، والاي اللي هي الان افكتيف اريا. فانا احسن ما اطلع ان افكتيف اريا خلص بحكي افكتيف اريا مباشرة بقسمها على اريا كوس. تمام. هسه شو اللي بلزمنا؟ اللي بلزمنا انه هذا الجدول، هذا الجدول اللي اخذناه بشابتر 5 اللي هو تبع المقارنه تبع اللامدا ار واللامدا، اللامدا اللي هي الثيكنس على ريشيو بي على تي، واللامدا ار اللي هي المقارنه. فهسه انا عندي لاحظ انه هذول الاربع حالات بخصوا الانستيفند اليمنت، والحاله هاي بتخص الاستيفند اليمنت. فبالتالي كل حاله بالجدول لها عده حالات. يعني هسه احنا كيس 1 مشان اوجد كيو اس، لاحظ انستيفند خلص الصفحه هاي، الصفحه اللي هي كيس 1 و 2 و 3 و 4 بتخص كيو اس. تمام، للانستيفند مش للاستيفند. يعني لو عندي ويب راح ننزل للويب اللي هو هون لهون. فبالتالي الصفحه الاولى، صفحه من الاولى من الجدول
بتخص كيو اس، والصفحة الثانية من الجدول بتخص كيو اي. بدنا نركز على هذا الاشي. تمام. فمشان احسب كيو اس برجع على هذا الجدول، شو بعمل؟ بفحص اذا انه سلندر ولا نان سلندر. اذا كانت البي على تي اقل من اللمدا ار تكون كيو اس تساوي واحد. طب ليش تساوي واحد؟ لانه كيو اس يعني هو انستفنت اليمنت، يعني ما في لوكال باكلينج. لما يكون ما في لوكال باكلينج يعني الكيو اس واحد. ما انا قلتها انه المعادلات هذول لما كنا نحلها على شابتر 5 ونص شابتر 6 كنا نحكي الكيو ما كان في شيء اسمه كيو، او الكيو هي تساوي واحد بسبب انه ما في لوكال باكلينج. اما لما يكون في لوكال باكلينج بكون لها قيمه. طيب نرجع لهذا الجدول. هسه المعادلات اللي بستعملها مشان اوجد كيو، هي بحكي لي سلندر انستيفند اليمنت، بحكي لي الريدكشن فاكتور للكيو اس له عده حالات. بقول لي الكيس اي للفلانج والانجل بليت بروجكشن فروم رولد كولوم اور اذر كومبريشن ممبرز، وهو نفس الحاله في كيس 1. واكبر دليل لما عمل مقارنه قارن بهذا الرقم وهذا الرقم هو ها. فبدنا نعرف بالامتحان نعرف احنا على اي حاله بنشتغل. اقرا مظبوط. فبقول لي لما تكون البي على تي اقل من هاي بكون كيو اس 1. ليش؟ لانه فعليا هذا نان سلندر. فلما اشوف بالسؤال عندي بالامتحان هذا الاشي نان سلندر، مباشره الكيو بتساوي 1. الكيو اس مش كيو، الكيو الكليه بتعتمد على السكشن. طيب بحكي لي لو كانت الكيو لو كانت البي على تي اكبر من هاي بس بنفس الوقت اقل من ضعفها تقريبا، تستعمل هاي المعادله. لاحظ انه بتكون المعادله كيو اس شيء ثابت 1.415 ناقص 0.74 في البي على تي. البي على تي يعني حسبتها من هون اصلا وما عملت تشيك في جذر الاف واي على اي. ركز انه هون اي على اف واي وهون اف واي على اي. ركز دائما انه مش تروح تحسب هاي لحال وتحكي هاي اللي طلعت هي نفسها هاي تروح تضرب. يعني اذا هاي طلعت 5 تروح تحكي بي على تي في 5، لا ركز تصير بي على تي في خمس. تمام ركز على هذا الاشي. لو كانت هاي جذر الاي على اف واي بتساوي 5 هاي بتكون 1/5. اما اذا كانت البي على تي اكبر من ضعف القيمه تقريبا بتكون تطبق هاي المعادله. فبدنا نعرف احنا متى نطبق المعادلات بالكيس 1. يعني انا اجاني سؤال قال لي دبليو سكشن في كذا كذا، اعمل تشيك للفلانج اذا انها سلندر او نون سلندر، او انه وجد لي قيمه كيو اس للفلانج. فانا بروح بحكي والله الفلانج بالدبليو سكشن هي نون ستيفنت فشو بعمل؟ بروح على الكيس هاي بروح بشوف انا كم البي على تي عندي، بشوف البي اللي عندي اللي هي فعليا نص الفلانج. يعني لو هذا الدبليو سكشن البي له 10 البي فلانج له 10، انا لما اعوض بهاي المعادله البي بعوضها 5. نركز على هذا الاشي. فهنا فلما تكون إذا كانت أقل بعوض واحد، إذا كانت بين القيمتين هذول بعوض هاي المعادلة وركز على جذر أف واي على إي، وإذا كانت عندي أكبر بعوض هاي المعادلة. الكيس 2 بيقول لي فور فلانج أنجل بيلت أب سكشن، اللي هي فعليا لما تلاحظ أنه لما قارن 0.64 في إي في كيسي أف واي هي فعليا كيس 2. فالكيس 2 بالأنستيفند إليمنت بطبق هاي المعادلة. لاحظ انه في عندي ثابت اسمه كيسي. كيسي بيقول لي هو 4 على جذر ال H في T web. ال H اللي هي ايش؟ اللي هي شو اسمها؟ ارتفاع الويب. ال H هي ارتفاع الويب. تمام. فهون بيقول لي انه الكيسي بحسبها وبحسب هذا الشيء وبقارن. اذا كانت اقل نفس الطريقة كيو اس بتساوي 1. اذا بيناتهم بطبق هاي المعادلة. لاحظ مش نفس المعادلة اللي هناك، في اختلاف الثوابت. لاحظ هاي 0.74 هاي 0.65 وبرضه هون بيختلف في هون اي في كي سي. واذا كانت اكبر بطبق هاي المعادله نفس الجزء اللي شرحته هناك. تمام. ولاحظ هون بقول لك في ملاحظه انه الكي سي هي اقل من 0.35 واكبر بين 0.35 وال 0.76. يعني لو طلعت معي اكبر من 0.76 باخذها 0.76، واذا كانت اقل من 0.35 بحطها 0.35، واذا بيناتهم باخذ اللي بيناتهم. ماشي. التي هي الثيكنس للاليمنت، والاج زي ما قلت لكم هي اتش للويب، او كانه او انه هي البي للاليمنت. هسه بتاكد لكم منها طيب تمام. الحين مثال هسه فور سنجل انجل. سنجل انجل برضه اللي هي الحاله الثالثه من الجدول. هيو سنجل انجل
نطبق هاي المعادلات ولاحظوا دائما اذا كانت اقل بعوض كيو اس بيساوي 1 بيناتهم بعوض هيك والاكبر منهم هيك. بس لاحظ انه البي هي الفول ويث للطول الطويله. كيف يعني؟ لو انا عندي ال سكشن وهاي اللي هو ال 6 كروس 4 مثلا كروس نص، انا شو بعوض البي؟ بعوضها 6 تمام، الطول الكامل للستة. ما بحكي هذا الطول مثلا، لا بحكي الطول الكامل للطول الطويل full width للlongest leg بالانش طبعا. تمام بطبق هاي المعادلات. طبعا التي للإيجار اللي هي العدد الثالث for stem of T's اللي هي نفسها اللي هو السكشن الأخير، بطبق هاي نفس اللي لاحظ من المقارنات كلها بتكون هي يعني هذا الرقم هو نفس الرقم هناك كيو اس كذا كيو اس كذا كيو اي، والدي اللي هي الفول نومينال ديبث اوف تي. كيف يعني؟ لو عندي انا تي سكشن زي هيك، فالدي بتكون المسافه من هون لهون. تمام، هاي هي الدي على تي، هاي المسافه دي. تمام، بس لو عندي ستيفند اليمنت اللي هي مشان كيو اي، مشان كيو ايه بقول لك انه كيو اي هي الاريا افكتيف على الاريا جروس. تمام، الاريا افكتيف قلنا هسه شرحناها ولازم نطلع اول شيء البي افكتيف. طيب والاريا جروس، ليه الاريا جروس للسكشن؟ بقول لي الريديوس افكتيف ويث اللي هي البي افكتيف توجدها عن طريق، في عندي كيس 1 وكيس 2، كيس 1 وكيس 2 الباقي ما اللي فيهم مش انه هاي. كيس 1 بيقول لك for uniformly compressed cylinder element with b على t أكبر من كذا ما عدا the square and rectangular section of uniform. يعني لو أنا عندي flange مباشرة بصممش على هاي المعادلة. تمام، لو عندي flange أو square or rectangular section يعني HSS، فلو عندي أنا HSS uniform thickness أو flange ما بصمم على هاي المعادلة. يعني لو عندي ويب بصمم مع هاي المعادلة مباشرة. تمام فالبي افكتيف بتكون 1.9 في التي، التي اللي هي الثيكنس، في اي على اف. هسه هون اف مش اف واي، اف اللي هون مش اف واي. شو هاي الاف؟ بقول لك الاف هاي هي نفسها الاف سي ار، الاف سمول بتساوي اف سي ار. طب راح تقول لي اف سي ار مش معي لانه انا ما معي كيو، ما انا لو وجدت كيو ما هي كيو ممكن تكون أقل من واحد. بقول لك لا، بتحسب اف سي ار لما كيو بتساوي واحد. يعني بتروح بتحل السؤال، بتروح بتحل السؤال كأنه إيش؟ كأنه ما في عندي لوكال باكلينج بالمرة، بتطلع الاف سي ار بتعوضها مكان الاف، بتعوضها مكان الاف. فهيك أنت طلعت البي افكتيف. طبعا هون البي على تي ما أعرف شو البي على تي، والإي اللي هي المودرس أوف الأساس الحديد، والاف اللي هي الاف سي ار بهاي الحاله، بالحاله الثانيه مش نفس الاف سي ار. لاحظ انه حنطلع لك ملاحظه انها اقل او تساوي بي. يعني لو انا طلعت معي البي افكتيف اكبر من بي، فعليا انا باخذها بي. ليش؟ لانه لو فرضنا هذا الشكل ماشي، وكان عندي هاي هي الان افكتيف، راح تقول لي صح. بقول لك هاي وهاي مع بعض حاصل جمعهم بيعطيني بي افكتيف. فهل من المنطقي بي افكتيف تكون اطول من الطول الاصلي؟ يعني ايرور، يعني ايرور، هذا الطول زائد هذا الطول بيعطيك اكبر من هذا، هو اسمه بي افكتيف، يعني هو شيء اقل من الاصلي. لما يكون اقل من الاصلي فبالتالي ممنوع تكون البي افكتيف اقل من بي. ممكن تكون كلياتها افكتيف، ممكن تكون لا اجزاء منها، اما اكبر منها مستحيل. اذا طلعت معك اكبر تاخذها هي نفسها بي مباشره. تمام، المعادلة الثانية بيقول لي للفلانج أو سكوير للسندر إليمنت فور يونيفورم ثيك، وبتكون أكبر من هاي فبتطبق هاي المعادلة. بس شو بيقول لك هون؟ الأف اللي هون ما مش أف سي آر، الأف اللي هون هي أف واي، هي أف واي، الأف اللي هون هي أف واي، الأف اللي هون أف واي، الأف اللي هون أف واي. فبدي أركز لما بدي أوجد بي إفكتيف، لما بدي اوجد بي افكتيف في عندي حالتين، حاله للفلانج او سكوير او هاي، وفي حاله ما عدا ذلك.
حالة الفلانج الاف بتكون اف واي، حالة اللي عدا ذلك اللي حالة ايه بتكون هي الاف سي ار لما كيو بتساوي واحد. يعني زي بحل زي كأنه بحل على شابتر خمسة. الحالة الثالثة بيقول لي لما الفور اكسي لودد المنبر الكيو هي بتساوي السيركلر سكشن قصدي، يقول لي الكيو بتساوي نفسها كيو ايه، بطبق المعادلة مباشرة. والدي هي الاوتسايد للديميتر للراوند، يعني لو انا عندي راوند سكشن زي هيك بقول لك الدي اللي بعوضها اللي هي القطر الخارجي، والتي اللي هي الثيكنس، هاي الثيكنس. تمام، عندي هون اكزامبل هيك احنا فعليا خلصنا اللوكال باكلينج. بضل علينا احكي لي هون بيلت اب كولوم وذ سلندر ويب، يعني هذا المثال بخص بيلت اب كولوم. لاحظ انه بيلت اب كولوم يعني كيس 2 مباشره بدون ما تسالني كيس 2 ليش، لانه كيس 2 كيس 2 اللي بتخص البيلت اب، يعني ممكن يكون هاي بالام ستيفن يعني بتخص الفلانج. وذ سلندر ويب يعني في الويب عند سلندر، يعني في عندي كيو اي بس فين كيو اس ما بنعرف، بدنا احنا بدنا نحل. بقول لي فيرفاي اذا بيلت اب اي اس تي ام 572 جريد 50، جريد 50 يعني اف واي بتساوي 50، البليت 1 انش في 8، في عندي بليت 1 انش في 8 هاي اياها هاي الفلانج، والويب هي ربع، هاي مش اربعة هاي ربع، هاي طلع ربع، ربع في 15 انش يعني ارتفاع الويب 15 والثيكنس لها ربع. تكاري ديد لود 70 والليف لود 210، وقال لي طول الهاث 15 وهو بن. فانا احنا لما بنحل هيك سؤال، لما بنعمل لما بنطلع الفاي بي ان، هسا هذا سؤال تشيك معطيني ليف لود وديد لود، وبدي اشيك اذا السكشن تبعي بتحمل الليف والديد ولا لا، مش انا عارف اكبره ولا لا. فهون الفاي بي ان بدها تساوي فاي اللي هي 0.9 في اف سي ار في ايش في الاريا جروس، الاريا جروس اللي هي مساحه الفلانج زائد مساحه الفلانج زائد مساحه الويب معروفه. الاف سي ار ايش تكون؟ بدها تكون كيو في كذا في كذا في كذا، فالكيو بدي اجيبها هيك، انا بلازم احل يعني انا لما اوصل لمرحله الاف سي ار بدي اوجد كيو، فعشان هيك قبل ما احل السؤال بدي اروح اوجد كيو. بس قبل ما اوجد كيو بدي اعمل تشيك اذا انه سلندر ولا نون سلندر. طيب ليش؟ مش عارف اذا في عندي كيو، مش عارف احل ولا لا. طيب اول شيء طلع البي التيميت مشان هذا التشيك، يعني طلع مع اللود اكبر من 420 وضعي تمام، اقل من 420 بدي اعيد السكشن. الاريا هي الاريا لا مساحه فلانجتين 8 في 1 في 2 زائد 15 في ربع، هاي طلعت الاريا جروس للسكشن. هاي الاريا جروس مشان اضربها بالالفاي اف سي ار وخلص. فصار علي اعمل تشيك، طبعا الاي واي والاي اكس لسه فعليا عادي بنقدر نخليهم لبعدين، بس هم مشان قبل ما يوصل للفاي اف سي ار يعني قبل ما يوصل لهون طلع كيو. يعني هسه لما احل بتطلع الاي واي، الاي واي للسكشن هذا ايش؟ لاحظ انه عندك هذا هيك عندك هذا هيك، هذا اي واي وهذا اي اكس. هسه بدي احسب اي واي، هسه لاحظ انه سنتر الفلانج وسنتر الفلانج وسنتر ويب كلهم على نفس السنتر، فبالتالي ما في عندي اي دي تربيع. فالاي واي بدها تساوي مساحة فلانج الاريا مومنت اوف انرشيا على 2 فلانج 2 في المومنت للواي بلف عندي زي هيك، يعني بكعب الثمانية، ثمانية تكعيب ضرب ضرب ايش؟ ضرب واحد على 12 هم اثنين لانهم فلانجتين زائد واحد اللي هو عندي ويب واحدة ضرب قديش الثيكنس؟ ربع ربع تكعيب ضرب ارتفاعها 15 كلياته 12. هيك طلعت الاي واي، بطلع الاي اكس والاقل هي اللي بصمم عليها الكي ال اوفر. لاحظ انه هي 15 في ربع تكعيب 12 زاد عليها 2 في 1 في 8 تكعيب 12 طلعت معها هيك، والار واي اللي طلعها الار واي اللي طلعها طلعت معها 2.08. لاحظ انه ما شيك على ار اكس لانه الاي اكس طلعت معها 1100. كيف اوجد الاي اكس؟ لاحظ انه سنتر الفلانجات مش على سنتر الشكل الأصلي، يعني هذا لو هيك خلنا نصفر الخط شوي، لو هذا هيك هذا سنتر الفلانج هذا سنتر الفلانج، فبالتالي هنا راح يكون في عندي دي تربيع وهنا عندي دي تربيع، فلما بتطبق المومنت في انيرشيا بيطلع معي رقم كبير لأنه أنا ضفت حدين. فهي زائد اي دي تربيع، لاحظ زائد اي دي تربيع بس للفلانجات لان الويب ما عندي غير الويب سنتر سنتر بشكل كامل، وهو عندي كي بتساوي واحد. فلاحظ انه الاي واي اقل فاخذ ار واي مباشره، كي في الواي على ار واي كي واحد والار واي 15 معطيني في السؤال
هي 15 فيت، والار واي هيها طلعت معي 86.5. بعدين طلع الاف اويلر طلعت معها هيك. هسه ايش بعمل؟ بطلع فاي اف سي ار. قبل ما اطلع اف سي ار لازم افحص اللوكال باكلينج. فايش هسه هي؟ يقول لك تشيك سلندر. هاي الحاله حاله البيلت اب كولوم. لما اعمل بيلت اب كولوم بدي ابدا اطلع الكي سي. لاحظ الكي سي 4 على 15 على ربع لهاي، مشان يشيك على مين؟ مشان يشيك على الويب. مشان يشيك على الويب شو عمل؟ حكى الكي سي بتساوي 15 اللي ثكنس ارتفاع الويب، وهي ثكنس الويب اللي هي ربع. طلعت مع 0.516 اللي هي بين ال 0.53 و 0.76، معناته هي قيمة الكي سي اللي باخذها. اللمدة هي 4 على 1، وهسه هون لمين؟ هاي لمين؟ للفلانج. لما هسه بدي اشيك على الفلانج، لمدة بتساوي بي على تي. البي هي 4، مع انه الفلانج هي كامل 8، بس احنا حكينا من وين ناخذ؟ ناخذ من سنتر الويب وبنمشي من سنتر الشكل، يعني كم؟ 4. فالبي اللي بدي اعوضها للانستيفند هاي 4. 4 على الثيكنس معطيني اياها 1 4. فهسه هاي بدي اقارنها مع لمدة ار. لمدة ار هي 0.64، طلعت معها 11.1. هاي اقل من هاي، يعني اللمدة اقل من لمدة ار، معناته هذا ايش؟ نون سلندر، يعني الفلانج ما في كيو اس، يعني كيو اس بتساوي 1. ليش؟ لانه نون سلندر، يعني هاي انطبق عليها المعادله هاي. انطبق عليها المعادله هاي، لما تكون اقل كيو اس بتساوي 1. فهسه انا ايش عندي؟ الفلانجات كلياتهم مالهم؟ الفلانجات ما عندي كيو اس. هسه بدي افحص هذا، اذا انه هسه هذا ستيفند، يعني بدي اشوف اذا عندي كيو اي ولا ما عندي كيو اي. لو عندي كيو اي بتكون هي نفس قيمه كيو، ولو كان عندي ما عندي كيو اي فبتكون كيو بتساوي 1 وبكون سؤال طبيعي. فمنحل هسه بدنا نشوف الويب. طلعت معي اللمدة 60 واللمدة ار طلعت 35، فطلعت انه اكبر منها. فايش عندي؟ صار في عندي ايش؟ في عندي كيو اي، صار عندي كيو اي. بس هسه كيو اي ايش اخذ؟ طلع البي افكتيف. فالبي افكتيف بدها تساوي فعليا بي افكتيف ضرب الثيكنس على الاريا جروس. طبعا الاريا افكتيف لكل الجهات، يعني الاريا افكتيف هي بتكون هسه من جهه انه المساحه هاي، المساحه هاي، طبعا مساحة الأجزاء الباقي لا ننسى المساحة كلية. يعني بس يعني ليش مساحة كلية؟ الأريا إفكتيف بدها تساوي الأريا للشكل كامل ناقص الجزء الصغير هذا وهذا. إذا كان عندي لوكال باكينج ناقص أو ناقص المساحة الصغيرة اللي بالنص اللي هي المهشرة اللي هي هاي. خلنا أوضحكم إياها أكثر. هذا الشكل ماشي، هذا الشكل. انا هسه اكتشفت انه الويب هي في لها كيو اي. كيف بدي احسب البي افكتيف او كيف بدي احسب هذا القانون؟ انا راح احكي انا طلعت البي افكتيف، تمام طلعتها، فراح احكي انا كيو اي بدها تساوي اريا جروس للسكشن مثلا 15 ناقص بي افكتيف في الثيكنس كم؟ ناقص، لا ناقص هذا الجزء، ناقص هذا الجزء. هذا الجزء ايش هو؟ اتش كامله لو فرضنا هاي اتش 12 مثلا، والبي افكتيف طلعت معي 3، راح احكي 12 ناقص 3 9 على 15، طبعا مضروب في الثيكنس للويب لانه هاي اريا، هاي اريا. فالكيو اي بتساوي الاريا الكليه للسكشن ناقص الجزء هذا على المساحه الكليه، المساحه الاريا جروس. او بحكي انه الاريا افكتيف تساوي، بدون ما اطرح، بحكي مساحه هذا زائد مساحه هذا زائد مساحه هذا زائد مساحه هذا، كله صح. يعني هسه لما تشوفوا حل المثال بتلاقي جامع الافكتيف هاي والافكتيف هاي وهاي وهاي عادي. ايام بتحكي المساحه الكليه ناقص لان الافكتيف اللي برايحك اللي برايحك. طب نرجع للمثال، شيك طلعت مع 86.5، فكونه اقل هون طلع لك الكيو اي. لسه دقيقه ما كمل. هسه شو عمل؟ بده يطلع اف سي ار. ليش؟ لانه الحاله الكيو، حاله الكيو اي مالها هي انا ويب، فعندي بحل على هاي، بحل على هاي. فالاف هي الاف سي ار، فبده يطلع اف سي ار لما سي، لما كيو بتساوي 1. هي طلع اف سي ار لما كيو بتساوي 1. فاي قانون استعمل هذا. ليش؟ لانه الكي ال ار اقل من هذا الشيء. طلعت مع 29، فصمم. شوف لما عوض هون على F
عوض 29. ولاحظ انه استعمل المعادلة الاولى، والبي هي الاتش، وهذا كونه البيلد اب يعني ما في عندي تقعر، فبتكون المسافة الكلية. لو عندي تقعر بطرح 2 كي لو كان رولد سكشن. طيب عوضها طلعت معاه 12.5، 12.5 اقل من 15 انش، فالامور تمام. فايو شو قال لك الاريا افكتيف؟ حكى لك هي البي افكتيف في ثيكنس الويب زي ما قلت لك، زائد 2 بي فلانج في تي فلانج. يعني هو عمل شو؟ جمع البي افكتيف ضرب ثيكنس الويب اللي هو الخطين اللي كانوا هون، وزاد عليهم الفلانج اللي هون والفلانج اللي هون، او زي ما قلت لك الاريا جروس ناقص الجزء الصغير. فطلع طلعت مع الاريا افكتيف 19.1، وانا الاريا جروس عندي كم؟ 19.8. فراح احكي انا 19.1 19.8 هي كيو اي، كيو اس كم؟ 1. كيو اس كم؟ 1. ف كيو اي كم؟ 0.65، معناته كيو اس اللي هي 1 ضرب كيو اي بيعطيني 0.65. فمشان احسب الفلكشر باكلينج ستريس اللي كيو بعوضها 0.65 وبحل، فالاف سي ار طلع معي 564. فلاحظ انت وانه اهملت اللوكال باكلينج بيطلع معك 29، فبيطلع معك اللود اللي بصمم عليه اكبر. لاحظ هون بتعوض انت ايش 29 بدل 28.5، فانا ليش اصمم على لود اكبر وانا المفروض اقل مثلا؟ تمام تمام. لاحظ انه السكشن بتحمل، ليش طلعت معي 508 ذكر 420؟ فشو اللي اذا حدا وصل لهون ومش فاهم، شو الاشياء اللي بده يكون ممكن يكون مش فاهمها؟ كيف اوجد الاريا افكتيف؟ الاريا افكتيف نرجع معي لهذا المثال، بتكون عباره عن حاصل الشكل الاشكال الاصليه زائد الافكتيف بس. ماشي ماشي. ثاني اشي كيف عمل تشيك او اي معادله تطلع؟ ننتبه انه كونه عندي مش فلانج فبطبق المعادله هاي، لو عندي فلانج بطبق المعادله هاي. لو طبقت هاي المعادله الاف هي الاف سي ار، وطبقت هاي المعادله الاف هي الاف واي. طيب ثاني اشي كيو اس ليش واحد؟ لانه انا بشيك على الفلانج وبشيك على الويب. الفلانج هي عباره عن انستيفنت، انستيفنت بروح يعني بروح على شغلات كيو اس، معادلات كيو اس، اللي الويب هي استيفنت فبطبق كيو. طيب نيجي على المثال الثاني، قال لي ديترمان اف ا بيلت اب جريد، نفس الشيء هذا بيلت اب يعني نفس السكشن بس مغير ابعاده. فنيجي نحل الاريا جروس له هيك، الاي واي له هيك، والاي اكس له هيك، فاخذ الاي واي هي الكنترول. ف شيك على السلندرز، شيك على السلندر، طلعت مع الويب نان سلندر. الويب نان سلندر يعني هاي الكيو اي بتساوي 1، فشيك على الفلانج. لما شيك على الفلانج طلع الاتش 7.25، 7.25 ايش اللي هي طول الفلانج. فلما اطبق الكيسي الاتش هي ايش الفلانج، وهي 0.743 يعني اقل من 0.76 اموري تمام. فشيك طلعت معاه الفلانج سلندر. لما طلعت معي الفلانج سلندر يعني والويب نان سلندر يعني كيو اي 1 وكيو اس لها قيمه، بس كيو اس لها قيمه متى؟ كونه لها ايش؟ كونه اللامدا اكبر من اللامدا ار. ف لما حل طلعت معي 13.3 وهاي 24.3، وانا طلعت معي كم؟ لامدا لامدا 14. فال 14.13 بوينت بين هاي وبين هاي، فبطبق المعادله هاي، بطبق المعادلة هاي. فطلعت معي كيو اس 0.977 هي نفس قيمة كيو. ليش؟ لأنه هو الانستيفند هو إلو سلندر، أما الاستيفند نان سلندر. فطبق المعادلة وشوف هون عوض كيو كذا، طلعت معه لف سي ار وحل مع سكشن كامل. هيك يكون التشابتر انتهى إن شاء الله. تشابتر 6، تشابتر 7 ممكن نبلش فيه بأقرب وقت. مثل ما عرفت ان اللوكال باكلينج هو مش صعب، هو فقط بس تغيير بسيط عن الباكلينج، عن الباكلينج العادي، انه لما اوصل للاف سي ار بطلع شيء اسمه كيو. الكيو كيف بطلعها؟ خلينا نكتب ترخيص زي ما نحكي. الكيو اول شيء بشوف الانستيفند وبشوف الاستيفند، بعمل تشيك اللامدا اقل من اللامدا ار او بيناتهم. هسه شوي وهون نفس الشيء، لمدة أقل من لمدة R، فهون بتكون QA تساوي 1، هون بتكون QS تساوي 1.
ثاني شغلة، إذا بيناتهم B على T بيناتهم يكون في عندي معادلة تخص QA، معادلة تخص QA، QA ماشي، QS و QA سواء كان stiffened أو unstiffened، وإذا أكبر نفس الإشي. تمام تمام، فأنا بشيك دائما على unstiffened، بشيك على stiffened، الستيفند بتخص QA والانستيفند بتخص QS. بعدين لما اخلص Q بدها تساوي QS في QA. ثاني شغلة، ال QA هي عبارة عن Area Effective على ال Area Gross، وال Area Effective هي تساوي بتكون عادة ال B Effective في Thickness مكان ما في عندي سلندر، يعني هاي بسميها T سلندر، زائد تكملة السكشن، زائد الأجزاء تكملة السكشن، والأريا جروس اللي هي الأريا جروس، أو بحكي إنه عبارة عن الأريا جروس ناقص الأجزاء المش إفكتيف اللي هي AI ماشي، اللي هو بس الجزء الصغير المساحة المهشرة. تمام، هاي طلعت إيش؟ طلعت الأريا إفكتيف. ثاني شغلة، لما أطلع أنا البي إفكتيف في عندي حالتين، كيس A وكيس B، يعني هذا الملخص اللي أنا بحكي لك إياه. الكيس A إذا اشتغلت الكيس A بتكون ال F small هي FCR when Q تساوي 1، وإذا اشتغلت على الكيس B اللي بيكون فيها flange، يعني بصمم على flange أو هيك، بتكون ال F هي FY، F هي FY، هاي بصمم على flange. بس هذا الملخص اللي حكيته، هاي لاحظ إنه B هون بحالة أي إشي معادل flange وال HSS، وهون البي بحالة الفلانج. هيك ان شاء الله نكون خلصنا السلندر كولوم ديزاين اوف باكلينج، لوكال باكلينج او الفلكستر باكلينج كامل. ان شاء الله اذا اضطرينا فيديوهات حل اسئله بننزل فيديوهات حل اسئله. يعطيكم العافيه.